فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نام الشخص نوما طويلا وعنده رجل قائم مستيقظ وقال: لم يخرج منك شيء، فهل ينتقض وضوءه؟ مش يدريه، مش يدريه منك شيء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.